بهاء الوجه والنور الفريد، ثبات القلب والرأي السديد، وصوت طبق الآفاق، يشدو فيزهر في قلوب الناس عيد. صفات لا من الدنيا ولكن من القدوس، من القدوس يمنح من يريد. أبونا بندليم كان بحرا ترام لآلئ الإبداع فيه، وكان لقاصديه زيت لطف يداوي كل نفس ترتجيه، بوجه طافح بشرا وعطفا يزيل جبال هم عن بنيه. مع الأبرار حلق صار رمزا لنا كمجاهد فذ قويم، لننهج إثره نهجا سليما، فنطوي صفحة الزمن العقيم، وننشد كلنا يا بندليم يا بندليم شفيعا عند فاق.